أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أنه سيتم مطلع شهر أكتوبر المقبل إطلاق خدمة تقديم الاستبدال المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال عدد من البنوك والمصارف الإسلامية في المملكة للمتقاعدين من القطاعين الحكومي والأهلي، وذلك بالتعاون مع البنوك والمصارف الإسلامية المشاركة في تقديم الخدمة. ووقعت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ممثلة بالرئيس التنفيذي السيدة إيمان مصطفى المرباطي مؤخرا مذكرة التفاهم مع بنك البحرين الإسلامي وبنك خليجي وبنك السلام وبنك البركة وبيت التمويل الكويتي. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد خالد علي المدير التنفيذي للمستحقات التأمينية في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. في البداية أستاذ، ما هي يعني هذه الخدمة وكيف يمكن للمتقاعدين الاستفادة منها؟ بدايا نرحب عليكم وعلى الأخوة والأخوات المستمعين، ونشكر اهتمامكم في التواصل معنا لتسليط الضوء على خدمة الاستبدال المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. نظام الاستبدال هو عبارة عن عقد قرض بضمان المعاش التقاعدي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يقدم من خلال عدد من البنوك الإسلامية المشاركة في تقديم هذه الخدمة، وهي بنك التمويل الكويتي، بنك السلام، بنك البركة الإسلامي، خليجي بنك، وبنك البحرين الإسلامي. طبعا بالنسبة للمتقاعدين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة، عليهم المراجعة من خلال مراكز الاستقبال في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وطلب التقدم للاستفادة من هذه الخدمة، حيث يمنح المتقدم شهادة استحقاق تتضمن تفاصيل المبالغ المستحقة بعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة وفقا لأحكام القانون، ومن ثم يتوجه المتقاعد إلى أي بنك من البنوك الخمسة المشاركة، ومن ثم يختار أنسب العروض التي قد تقدم له من قبل هذه البنوك. وطبعا نؤكد بأن تقديم الخدمة يتم بذات الأحكام والشروط الواردة في القانون رقم 13 لسنة 1975 للقطاع العام، وقانون رقم 24 لسنة 1976 في القطاع الخاص. نعم، بالتأكيد السيد خالد علي المدير التنفيذي للمستحقات التأمينية في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، شكرا جزيلا لك. تم اختيار شركة بيون ضمن قائمة أفضل أماكن للعمل في آسيا لعام 2023 من قبل المنظمة العالمية Great Place to Work، واحتلت شركة بيون المرتبة 15 بين أفضل 70 شركة أداء، والذين تم اختيارهم من مجموع 200 شركة على أساس نتائج استبيان آراء أكثر من 2 مليون موظف في آسيا والشرق الأوسط حول تجربتهم في مكان العمل. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة والاستمرار على أسعار الفائدة التي أقرها في المرة الأخيرة بين 5.25% إلى 5.50%، وكانت الأسواق تترقب صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الذي كانوا يتوقعون فيه تثبيت الفائدة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الاتصال المرئي من القاهرة السيد أحمد نجم، رئيس قسم أبحاث السوق في الشرق الأوسط في XS.com. مرحبا بك أستاذ في النشرة الاقتصادية. بداية، ما هي المزايا والتحديات المحتملة لتثبيت أسعار الفائدة على الدولار بالنسبة للاقتصاد العالمي؟
طبعا يعني تم التثبيت لاسعار الفائده خلال الاجتماع الماضي، والاشاره الاهم الابرز اللي كنا شاهدناها هي فكره اعطاء اشاره للاسواق ان عام 2024 ربما يشهد زياده او زيادتين في الفتره المقبله، وبالتالي هي الاشاره الاهم والابرز، لان كانت الاسواق تسعر ان ربما نشهد خفض خلال هذا العام ونهايه هذا العام. هذا الامر لم يحدث. اعطاء هذه الاشاره هو يشير ايضا الى ان يعني النصف الاول من 2024 لن يحدث فيه اي عمليات خفض، وبالتالي هي يعني مواجهة وصلابة من الفدرال الأمريكي لمحاربة أرقام التضخم ووصول لمستوى 2%، بالتالي إشارة قوية على أن ربما لن نشهد تخفيضات حتى 2024. هل سيتم الخفض أم لا؟ أعتقد أن الإجابة يعني ستكون بطبيعة الحال لا، لن يتم خفض حتى 2000 النصف الأول من 2024، ولكن أيضا لن تكون هنالك زيادات كبيرة في الفترة المقبلة حتى في 2024، خصوصا بأن الفيدرالي كان لديه رسالة واضحة أن أرقام التضخم هي من ستقود تحركاته وتوقعاته، هو لا يريد يعني أن يقوم بخطوات مبكرة. أرقام الأسعار الفائدة مقيدة لأرقام نعم. التضخم، وهي الخطوة الأهم والأبرز حاليا. ليس هنالك حاجة إلى الزيادة أعتقد إلا إذا شهدنا أرقام تضخم، هذا الأمر ما ستحدده الأرقام، وهي نعم. من ستقود الفيدرالي إلى عمليات أخرى أو مختلفة فيما يتعلق برفع أو خفض أسعار أستاذ الفائدة. أحمد، كيف يؤثر تثبيت الفائدة على الأسواق المالية العالمية، وما هي توقعاتك المستقبلية بالنسبة لسعر الفائدة؟ أعتقد إن يعني خلال الفترة المقبلة ربما نعم نشهد نوع من أنواع التثبيت، ليس فقط على الجانب الفدرالي الأمريكي، ولكن أعتقد أيضا من أغلب البنوك المركزية الكبرى. أعتقد إن التثبيت هيكون هو الوضع الأفضل بالنسبة للاقتصادات والمحافظة على الأقل على نعم عدم الدخول في مرحلة ربما تكون صعبة بالنسبة للاقتصادات، خصوصا أن مرحلة الركود أو ما تحدث عنه جيروم باول بالأمس هي فكرة الهبوط السلس أو الناعم، هي ما تحاول الأسواق الوصول إليها. اختبار مستويات جديدة من التجديد مع خفض السيوله سيؤدي الى مشاكل تقنيه في الاسواق، وبالتالي هذا ما لا ترغبه يعني اي احد من الاطراف، وبالتالي ربما نعم تكون عمليه التثبيت حتى الان منطقيه وانتظار النتائج على الاسواق، وربما نشهد بعض الخفض في ارقام التضخم وهو ما تصل اليه يعني مستهدفات البنوك المركزيه في نهايه المطاف. بالتاكيد سيد احمد نجم، رئيس قسم ابحاث السوق في الشرق الاوسط في xs.com، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.